لا حرمنا الله مجالستكم يا أحفاد رسول الله. بارك الله فيك. مريني يا سيدة نفيسة. أم مسكينة طرقت باب دارنا، وأظن أن ابنها كان من رجالك. بارك الله فيك. لا أحد يفكر بهؤلاء المساكين في المدينة كلها كما تفكرين. ما خطبه؟ قد مضى على غيابه الكثير وهي تبحث عنه، لا تعلم إن كان حياً أم ميتاً، ولا تعرف إن كان من رجالك أم من رجال غيرك. إن كانت مدة غيابه طويلة دون نبأ فقد يكون. على أي حال سأخذ منك اسمه وصفاته ومدة غيابه، عسى أن نجده لها أو نأتيها بخبر يقين. أرجو ذلك، وليكتب الله الخير. إن شاء الله. يا سيدة نفيسة، ادعي لي في صلاتك لعل الله ينير دربي، فأنا بحاجة إلى دعاء قريب من أبواب السماء طاهر كدعائك. إن شاء الله. أستأذنك. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم.